لنا على هاد النزهة هادي اللي جيتي ليها. النزهة زويونة اخاي، اما احسن هاد النزهة انا عجبتني بعدا بالدراري كي ياخذوا راحتهم، ما كاين لا بحر وكاين لا كورونا، حنا عائلة مجموعين بيناتنا نحاولوا نتجنبوا باش نخليوا هاد المسائل ديال الكورونا بعيدة. مشيو للبحر راك شي دادرة كلشي راك عارف، شوية تفوت الشمس وغنمشيو في حالاتنا. ما كاينش الصهد هنايا؟ لا ما جاناش الصهد هنا، بالعكس بخير حسن من الدار. تتقرا؟ سنة أولى إعدادي. داز الموسم الدراسي؟ داز شوية مع كورونا هذه، داز شوية مزير. نجحتي ولا؟ نجحت. حسن تنزهوا شوية في هاد الغابة، حسن ما مشيو للبحر. شو كاينة كي جاك جيتي تنزهي اليوم؟ الطبيعة عجبني الحال وفرحت ولعبت شوية من زعما كيف بدنا الجو ديال المنزل وصافي. قلقنا في الدار 3 شهور حنا جالسين في الدار، يوم جينا عمي نديرو انا وخوتي نديرو طواجين ونجلسو ندورو نلعبو شويه وصح. واختاريتي هنا الغابه على البحر علاش؟ لا حيت البحر مجموع فيه بزاف الناس عاوتاني بحر وخايفين عاوتاني شويه، صار جينا الغابه شويه بعاد شويه وصح. شحال كتبقاو تالين؟ دابا 5 شويه نمشيو بحالنا. نتوما من سلا؟ من سلا. كتقراو؟ عشان قراو. قابطين في القرايه؟ شويه. نجحتي هاد العام؟ غتكمل؟ غتقرا؟ غادي نقرا. واش بغيتي تكون؟ طبيب. الله يعطيكم الصحة. احنا فضلنا الغابة لأن الغابة أحسن من البحر صراحة في هذا الوقت، هذا في هذا الوقت تاع الجائحة أحسن من البحر. البحر عنده واحد المساحة ضيقة، دونك كاين واحد الكوندوناسيون تقدر تجبر الناس، أما في الغابة لا، الغابة الحمد لله كي كتشوف الغابة في المغرب كاين واحد المساحات كبيرة، يعني شوف ها انت كتشوف عائلة لها عائلة لها عائلة، كاين واحد المساحات كبيرة يعني كاين فرق. دونك كنفضلوا الغابة لأنه باش كتحمي راسك وتحمي الناس. واش وجدتي ولا الصباح فقتي وقلتي يلا نمشيو للغابة؟ حنا كنا بريباريين ومتبعين الأخبار، حيت خصنا نتبعوا الأخبار ونشوفوا واش تكون شي حجر صحي ولا هذا ولا يحبسوا ولا هذا. حتى البارح اللي بويسك شفنا بأن الأمور باقية مزيانة، رغم أن سمعنا سلا والرباط 21 في 21 حالات، بقينا كننتظروا شنو غادي يكون. الحمد لله مني ما كان حتى شي حاجه، دونك قررنا ونقرب الصباح بكري وجمعنا الحوايج. منين نتوما؟ حنا كاين حنايا مسلا والرباط، حنا سلا والرباط عائله، حنا العائله سلا من الرباط درنا باش نجيو لهنا ان شاء الله ونقوموا بهذا النزهه تاع حنا ونفوهوا شويه، لان لو ستريس كاين واحد لو ستريس صافي 4 مو ولا 5 مو حنا عايشين في واحد الضغط كبير. والحمد لله دابا كنشوفوا الامور راه ماشيه مزيان، حتى الناس راه محترمين كل واحد بعيد على الاخر، كيخليو العائلات بيناتهم. وهاد القضيه ديال الكسكسو والغابه حتى هو راه معتبر. هذه علاش لا علاش بعداك درناها؟ لان دازت هاد لابيريود كامله ما كناش كنتجمعوا. دخلت حتى في الذكريات ديالك من كنتي شباب، كنتي تجيو عائلة كنت؟ ايها سيدي كنا كان ملي كنا صغارين كيعجبنا هكا نلعبوا في الشجر وفي الغابات الفضاء يكون واسع زعما. اول حاجه كندير بعدا كاين قلايه ديال الماء، تنعمر الماء ديالي هنا في الطوموبيل باش ملي كنستعمل هذا المشمر هذا ونسالي منه تنطفي العافيه ديالي نهائيا، ما تبقى حتى نقطه ديال 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 الجمره فيه. وفي نفس الوقت كنجمعوا عندي واحد البلاستيك تما ديال الجمثل كنجمعها فيه كنديرو في كوفر ديال الطوموبيل، ما كطيح لا رماد ما كطيح لا عواد يطيروا فيه لا والو، كلشي كنردو معايا.